بشكل مفاجئ تم نقل إبراهيم غالي لهذا السبب. مرحبا، معكم أبو البيس باسل الشركي، إن شاء الله تكونوا بخير يا جماعة، بصحة وسلامة. بهذا الفيديو رح نحكي عن موضوع هام جدا يا جماعة. بهذا الفيديو رح نحكي لماذا تم نقل إبراهيم غالي، وأيضا عنا موضوع الكويرة والجزائر تعتذر للمغرب لهذا السبب. قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس نضل دائما تواصل، تحطوا لايك يا جماعة، خل الفيديو ينتشر. خلينا نبلش فيديو سلام. قبل ما نبتدي بالكويرة، في خبر مفرح جدا يا جماعة وجديد وهلأ وصل. شوفوا هاي الصورة. طيب مين شفنا نحن هلأ؟ زعيم بوديموس يستقيل بعد هزيمته الانتخابية القاسية، والكل بيعرف انه رئيس حزب بوديموس هو من اكثر الاعداء للوحدة الترابية للمملكة المغربية. شو القصة؟ تلقى حزب بوديموس هزيمة قاسية جدا بعدما فشل في الحصول على مقعد بجهة مدريد ضمن الانتخابات التي جرت اليوم، ما دفعه إلى إعلان استقالته بشكل رسمي من منصبه وانسحابه من الحياة السياسية. ونقلت وسائل إعلام إسبانية أن زعيم حزب بوديموس قد أكد مساء يوم الثلاثاء أنه سيترك المنصب ويتخلى عن جميع مسؤولياته في الحزب، مضيفا: عندما تتوقف عن كونك مفيدا عليك أن تعرف كيف تنسحب. بالمختصر يا جماعة، زعيم حزب بوديموس اللي هو يعتبر من أشد الأعداء للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وأيضا الداعم الأكبر للبوليسيرو، وأيضا يلي على طول بيعمل مثل فتن بين المغرب والعلاقات الإسبانية، اليوم تمت خسارته الرسمية وأعلن استقالته. اكتبوا لنا بالتعليقات شو رأيكم بهذا الخبر يا جماعة. وخلينا هلأ ننتقل إلى الكويرة. شو القصة؟ عادت قضية مدينة الكويرة إلى دائرة الضوء خلال الأيام القليلة الماضية بعدما عبر المغرب عن نيته لإعمارها، وهكذا قال بعض المحليين، الأمر الذي أثار ردود أفعال كثيرة خاصة في موريتانيا. ظهور ميناء الكويرة ضمن مخطط لإنشاء ميناء الداخلي وميناء المهيرز بالصحراء المغربية خلال نشرة الأخبار بالقناة الأولى قبل أيام، يؤكد وفق مراقبين فرضية توجه المغرب لإعادة أعمار الكويرة. وأكد عبد الفتاح الفاتحي الخبير في قضايا الساحل والصحراء، يرى أن حدود الصحراء ثابتة وفقا لخرائط المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وأن بسط سيادة المغرب على كامل التراب الصحراء أمر متاح ولا بد منه، وأنه من الناحية العملية موفق جدا، لا سيما أن الكويرة لا ينازع عليها المغرب أحد. ويؤكد أيضا المصدر أن موقع الاستراتيجي للكويرة يجعل منها فضاء للعديد من المشاريع المحلية والإقليمية، ويبدو بأن المملكة قد شرعت في أعمار منطقة الكركرة، لكن ذلك يحصل في سياق رؤية شمولية تستهدف كافة المناطق الحدودية مع موريتانيا. نختصر القول ونقول: عاشت المملكة المغربية من طنجة للكويرة، وأيضا المغرب يحق له ما يريد، سواء ميناء الكويرة أو أعمار الكويرة أو أي أمر آخر، هي من حق المغرب فقط. عاشت المملكة المغربية من طنجة للكويرة. اكتبوا لناها بالتعليقات: الله، الوطن، الملك، والصحراء المغربية، إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. خلينا هلأ ننتقل. بشكل مفاجئ تم نقل إبراهيم غالي لهذا السبب. شو القصة يا جماعة؟ بشكل مفاجئ تم نقل إبراهيم غالي من غرفته إلى غرفة أخرى وتجديد الإجراءات الأمنية وفق مصادر إسبانية. كشفت مصادر إسبانية مستجدات الحالة الصحية لإبراهيم غالي التي دخل إلى المشفى الإسباني بالقرب من سرقسطة منذ الأربعاء 21 الشهر، حيث وصل إلى إسبانيا باسم جزائري مستعار محمد بن بطوش، وأيضا برفقته طاقم طبي جزائري على متن طائرة طبية استأجرتها الرئاسة الجزائرية.
وأوردت مصادر محلية إسبانية أن إبراهيم غالي يوجد في حالة حرجة في وحدة العناية المركزة ويعاني إلى جانب مرض كورونا أمراض خطيرة أخرى ولا يسمح لأحد بزيارته، حيث قام الطاقم المشرف على حالته الصحية بتغيير غرفته اليوم وذلك لتجديد الإجراءات الأمنية تحسباً لأي مفاجأة. وأوضحت المصادر ذاتها أنه بالنظر إلى حالة إبراهيم غالي يعتقد العديد من المحللين أن إبراهيم غالي ليس في وضع يسمح له المسؤول أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة مدريد الوطنية جسدياً وفعلياً. شو اللي نفهمه هلأ يا جماعة؟ تم نقل إبراهيم غالي من غرفته إلى غرفة أخرى وتجديد الحراسة عليه لإجراءات أمنية، هذا أولاً. ثانياً حالته الصحية يعني متدهورة لدرجة كبيرة وبالتالي ربما لا يمثل أمام قاضي التحقيق. هذا الشيء اللي صار اليوم وأيضا لتصريحات إسبانيا وزيرة الخارجية يلي قالت عندما تتحسن حالة إبراهيم غالي سوف يغادر التراب الإسباني وأن العلاقات بين المغرب وإسبانيا نحن نحافظ عليها واستقبلنا إبراهيم غالي لأسباب إنسانية. اكتبوا لنا بالتعليقات شو رأيكم بهذا الشيء وهل حان الوقت للمغرب أن يفتح باب الهجرة على إسبانيا أيضا لأسباب إنسانية وأن يقطع عليها اتفاقية الصيد أيضا لأسباب إنسانية وأن يصدر قرار بتعليق الأمن عليها أيضا لأسباب إنسانية. اكتبوا لنا شو رأيكم بالتعليقات وخلينا هلأ ننتقل للموضوع الأخير. الجزائر تعتذر رسميا من المغرب والمغاربة. شو القصة؟ قناة جزائرية تعتذر للشعب المغربي بسبب مسلسل بو صندوق. قالت القناة الجزائرية في بيان لها: السلام عليكم، تم توقيف عرض مسلسل بو صندوق بعدما تبين قيام المخرج باقتباس السلسلة المسلسل المغربي حديدان مع سرقة موسيقى المسلسل المغربية رمانة وبرطال. وأضاف البيان: قناة الفجر الجزائرية تعتذر للشعب المغربي. وبالتالي هي القناة قد أوقفت هذا المسلسل وقدمت اعتذارها للمغرب. هيك وصلنا لآخر الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم. لا تنسوا تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس لنضل دائما تواصل، تحطوا لايك يا جماعة، خلي الفيديو ينتشر. إذا بدنا نسلط الضوء على موضوع هام فهو رئيس حزب بوديموس يلي معادي للوحدة الترابية للمملكة المغربية اليوم يقدم استقالته بعد هزيمة قوية جدا في الانتخابات. اكتبوا لنا شو رأيكم بالتعليقات. وهيك وصلنا لآخر الفيديو، كل الحب والتقدير، سلام. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام، فكلنا فدا الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.